رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والتحيات والتسليمات على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصابكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. في العلم في تحاسد وفي تنافس أناني ونفسي. المقصود هداية الخلق على يد أي مخلوق كان. المخلص لا يهمه، كله سواء. المقصود إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الحسد والبغضاء، ثم يقول: ألا إنها هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. الحسد بيجعل العداء، بيجعل التباغض، بيجعل الغيبة، بيجعل التنقيص في حق من تحسده. الغيبة، كل الأشياء من الحاسد، من الأمور الناقصة ينسبها إلى محسوده. فالنبي قال النهاية تكون الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. والله لا تؤمنون حتى تحابوا، والله لا تؤمنون حتى تحابوا. والآن ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. بعض الأوقات من التحاسد أو البغضاء، مسلم يمر على أخيه لا يسلم عليه، ومسلمة تمر على أختها لا تسلم عليها. لماذا؟ الحسد أو البغضاء، والنبي عم يقول هي الحالقة. إذا الحالة هم عن ناعم، شو حلقت؟ حلقت وأذهبت دينها، وخسرت رضاء ربها، وربحت رضاء الشيطان. والله لا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. يذكر بأن جفوة حصلت بين سيدنا الحسن أو الحسين وبين أخيه من أبيه محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية هو ابن سيدنا علي، لكن نسب إلى أمه حتى ما يصير اشتباه بأنه ابن فاطمة. فكتب محمد ابن الحنفية إلى أخيه حسن أو الحسين، أما بعد صار ما في تزاور بينهم. قال له: أبي وأبوك واحد، وهو سيدنا علي، وأما من جهة الأم
فأمك ابنة رسول الله، وأما أمي فهي امرأة من البادية، من قبائل العرب، من النساء العاديات، فأنت أشرف مني وأعلى حسبا ونسبا. فإذا وصل إليك كتابي فتعال إلي وصالحني، ولا تتأخر عني حتى آتيك فأصالحك، لأن الذي يبدأ بمصالحة أخيه يكون أفضل وأشرف وأكرم عند الله من الذي لا يبدأ، وأنت أولى بهذا الشرف وبهذه المكانة، لأنك ابن رسول الله وأنا ابن بدوية، فلا تتأخر وإلا فسآتيك وآخذ هذه الفضيلة والمكرمة. شوفوا يا ابني ثقافة المسجد، أي من أين تعلموا هذه الثقافة؟ من أين وصلتهم هذه الأخلاق؟ من جامعة أمريكية؟ من مدرسة الفرنسيسكان اللايك يعني الآدين؟ والمسجد الذي أوصلهم إلى هذه المكارم والفضائل من الأخلاق هي جدرانه أو سقفه أو سجاده الذي غرس فيهم هذه الفضائل والعلوم والحكمة والأخلاق؟ رجل المسجد، إمام المسجد وخطيبه، كان إمامه وخطيبه محمداً رسول الله، بعده من رشحوه ليكون خليفة رسول الله، النبي في مرضه ما استطاع أن يصلي إماماً بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماماً يعني بدلاً عني. فلما توفي رسول الله قالوا نجعل خليفة من رضيه رسول الله لديننا، فمن رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ومعنى الدين في مفهوم أصحاب رسول الله كان العلم، والعلم الغزير، علم اللسان وعلم القلب، وكان الدين الحكمة، العقل العظيم، العقل الناضج الذي يدفع إلى الخير ويحجز عن الشر، ودائما في التقدم نحو الخير والعز والرفعة. ما قال يعلمه الكتابة والعقل، لأن العقل في قمته وفي أعلى درجاته، أن يكون صاحبه حكيماً، قوله صواب بلا خطأ، وعمله صواب بلا خطأ، وحبه إذا أحب، وقربه إذا اقترب، وعطاؤه ومنعه كله صواب، لأنه أوتي الحكمة ويزكيهم، عنده القوة الروحية والتربوية والعقلية والقرآنية، ما تعطيه قوة على أن ينقذ الإنسان من النقائص إلى الفضائل، ومن الرذائل إلى الكمالات، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن عدم مخافته من الله يملأه خشية ومخافة ووقوفا عند حدود الله. فآذى من رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فكان الدين في مفهومهم يعني الدنيا والآخرة،
يعني من يفقه الدين يفقه الدنيا. ولذلك أبو بكر تولى رئاسة الدولة، رئاسة الجمهورية أو الملك وقائد الجيش، فهل أخطأ في حكمه في قول أو عمل، في حرب أو في سلم، في عدالة أو نصرة مظلوم، أو أخذ بيد ضعيف؟ هل قصر في نشر العلم والمعرفة والقضاء على الجهل والخرافة والوثنية؟ فكانت كلمة دين، كلمة إسلام، تعني القمة في كمال الدنيا والدين، الدنيا والآخرة. لذلك بالإسلام كانوا العلماء بعد أن كانوا الجهلاء والخرافيين، وكانوا الحكماء بعد أن كانوا يؤمنون بالأوهام والشعبذة والسحر والأضاليل، فكانوا لا يغذي عقولهم إلا حقائق الأشياء، وأعمالهم كلها صحيحة مثمرة نافعة مفيدة، وعندهم من تزكية النفس ما يفيض على من يجالسهم فيتزكى بنفوسهم الزكية. فجدوا واجتهدوا يا أبي، أولئك كانوا أميين، فببركة من رضيه رسول الله لديننا فما فقدوا من النبي إلا جسده وشخصه الكريم، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا الطيار الأصيل لأمر ما غاب، الطيار الوكيل يستطيع الصعود إلى السماء وفوق السحاب ويوصل الركاب إلى حيث ما يوصلهم الأصيل. فهذا هو العلم، وهذا هو العالم، ورثة الأنبياء. فطلاب العلم إذا ما أكثروا من تقوى الله ومن ذكر الله ومن النوافل ومن صحبة أقوياء الإيمان وأقوياء الذكر، فلو أخذوا شهادة أولها أو وصحائفها هنا وأخرها في بغداد، كل حبر على ورق. المرء على دين خليله، وإذا صاحب الوارث المحمدي إذا ما أحبه حبا كما أمر الله في القرآن وكما أمر النبي وعلم في القرآن، يقول عن هذا الحب: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا هذه الأمور مجتمعة أو منفردة، إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله. قرآن ابني، اقرأ القرآن للفهم والعلم ثم للعمل ثم لتعلموه علما وعملا، لا تنغروا بالقراءة أو بسماع التلاوة لأحكام التجويد، جودوا الفهم وجودوا العمل كما يحرص على تجويد النطق بالحروف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.